السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنتكلم عن حل مشكلة تأخير التحديثات على جميع أجهزة سامسونج. طبعا الشباب زي ما انتم عارفين انا غبت عليكم غيبة طويلة، فمعلش، وان شاء الله هنزل لكم فيديو المميزات واحدث التغييرات اللي نزلت على اندرويد 12. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين انا حدثت جهازي الى اندرويد 12، ولكن حدثته عبر البي سي او الكمبيوتر. طبعا الكلام ده هنزله في فيديو تاني، ولكن احنا هنتكلم النهاردة عن ازاي نقدر نسرع عملية التحديث او نعرف التحديث بتاعنا امتى هينزل، وكمان لو اتأخر عليك ازاي نقدر نسرع عملية التحديث. اول خطوة احنا هنعملها ان احنا هننزل تطبيق سامسونج ممبرز. هتجيب منين التطبيق ده؟ هتفتح كده جوجل بلاي، وبعد كده هنكتب سامسونج ممبرز، تمام؟ هو مفيش حاجة بالعربي، سامسونج ممبرز، تمام، سامسونج ممبرز اهو بالشكل ده، وبعد كده بتثبته. ولازم تكون محول جهازك للانجليزية علشان تعرف التحديثات، لان للأسف لو انت جهازك عربي فالتحديثات مش هتظهر معك. فاحنا دلوقتي هنعمل اوبن للسامسونج ممبرز اهو بالشكل ده، وتعمل تسجيل دخول عادي جدا على التطبيق، يعني حاجة سهلة جدا. وبعد كده بتدوس هنا على الاشعارات بالشكل ده، وبعد كده بيقول لك هنا One UI for Android 12 Upgrade. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين هيجيب لك هنا الاندرويد 12 والتحديثات اللي المفروض تنزل له. طبعا زي ما انتم شايفين عندي هنا سامسونج الاس 10 لايت المفروض التحديث ينزل في فبراير، ولكن للاسف احنا في 20 فبراير ولسه حتى الان التحديث ما نزلش. ولكن انا سرعت عمليه التحديث بالطريقه الاتيه. طبعا زي ما انت شايف هنا لازم تدور على جهازك او اسم جهازك علشان تقدر تشوف هل التحديثات دي هتوصل لك ولا لا. اذا كان اسم جهازك مش موجود فانت لازم تتاكد كل شويه، او تدخل كل شويه تتاكد هل جهازك تمت اضافته للتحديثات ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين دول الاجهزه اللي وصل لهم التحديث وبالفعل تم تحديثهم. ويعني انا استعجلت زي ما قلت لك عمليه التحديث، يعني حاليا انا جهازي مش موجود في القائمه دي. انا جهاز الاس 10 لايت مش موجود بالشكل ده، ولكن انا معايا اندرويد 12. يعني هوري لك دلوقتي الاندرويد اهو بالشكل ده اهو يا معلم. هدخل لك كده هنا على السوفت وير، لا الاباوت فون، وبعد كده سوفت وير انفورميشن، وبعد كده اندرويد 12 اهو بالشكل ده اهو يا معلم. اندرويد 12 عندي، وعندك هنا القائمة الجهاز بتاعي مش موجود علشان اقول لك ان انا حدثته بطريقة اخرى. طبعا عمليات التحديث اللي بتنزل على جهازك بتنزل ميجا دولة، يعني لو اتأخرت عليك شهر او اكتر فده عادي جدا. ده هنا بيظهر عندك بيقول لك ان ممكن الوقت التحديث ممكن يتغير من الوقت من حين الاخر، يعني ممكن تلاقي جهازك المدة بتاعته طولت شوية او اتأخرت او يوصل لك بدري، ودي حاجة يعني متعودين عليها من سامسونج. طيب انت زي ما قلت لك عاوز تسرع عملية التحديث، اعمل اعادة ضبط مصنع لتليفونك فوري. اول ما تعمل اعادة ضبط مصنع لتليفونك على طول التحديث عامة بيوصل لك، ولكن لازم تصبر لاخر الشهر. يعني لازم لو جهازك مثلا في شهر فبراير فانت مثلا تستنى لاخر الشهر هل هتشوف الجهاز ده هيتحدث معاك ولا لا. انت لو استفدت من الفيديو ده فياريت تدعمني باللايك المتين والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.